أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم اليوم توقعاتنا ليوم الثلاثاء 26 نيسان إبريل القمر موجود الآن موعد بث الحلقة في منزلة المقدم وهي للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لا بعد تقريبا ثلاث ساعات يعني للساعة خمسة و49 دقيقة بتوقيت غرينتش مساء من مساء اليوم الاثنين لا ينتقل بعديها القمر لا منزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر ورح يظل القمر في هاي المنزلة لغاية ما بعد غروب شمس يوم الاثنين طبعا القمر موجود الآن في برج الحوت استقر وبلش يعمل زوايا وعشان هيك بتأثر علينا أو على جميع الأبراج الفترة هاي صفات من صفات برج الحوت فبتلعب الناحية الروحية دور بارز في هاي الفترة نشعر بالضياع وما بننجح في التركيز على موضوع معين منتذمر ومنكشف عن متاعبنا للغير منجد صعوبة في اتخاذ قرار حاسم قسم كبير من الفاشلين في غرامهم بينزوا جانبا وبيضرفوا الدمع بعيد عن أعين الآخرين قسم كبير أيضا من الموظفين بيتغيبوا عن عملهم نتيجة المرض أو الشعور بعدم الارتياح النفسي في هاي الفترة لما بيكون القمر موجود في برج الحوت طبعا عواطفنا بتصير جياشة أكثر فكثير من مواليد الأبراج بيقعوا في في الحب أو في الغرام بسرعة هائلة جداً بالفترة هاي بوسعنا التأمل والصلاة والنجاح في عياء في عمل فني كالشعر والرسم وعيادة المرضى شراء الزهور أو اقتناء أو تعلم إشي له علاقة بالتصوير بالنسبة للزوايا الفلكية البطيئة طبعا اليوم في عنا بداية زاويتين رح ينضافوا للزوايا الموجودة طبعا في زاوية اللي هي ما بين نبتون والمشتري اليوم صارت منفصلة وخفت تأثيراتها بشكل كبير فطلعت من قائمة القائمة اللي احنا بنذكرها الزاوية اللي راح نحكي عنها اللي هي الزاوية الأولى اللي هي زاوية اقتران إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهاي طبعا تأثيراتها من يوم 26 أربعة ليوم 29 أربعة هاي الزاوية طبعا ذروتها يوم 27 أربعة تضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول بتجذب الآخرين لإلنا لا أما بالنسبة للزاوية التي تليها واللي برضو اليوم بدأ تأثيراتها هي زاوية تثليث إيجابية بين عطارد وبين بلوتو وهي تأثيراتها من يوم اليوم 26 أربعة ليوم 30 أربعة طبعا هي ذروتها يوم 28 أربعة بتزيد هاي الزاوية من حدة الذهن عنا والحدس والقدرة النقدية بنقدر ننتقد بتمنحنا حب العدالة والاهتمام بالامور الغامضة وبتساعدنا على تنظيم اعمالنا وانجاح مشاريعنا واتخاذ قرارات لازمة. اما بالنسبة للزوايا اللي ما زالت مأثرة طبعا في زاوية التسديس الايجابية بين عطارد وبين المشتري وهي عاده لما بصير هذا الاتصال بنتشجع لممارسه نشاط بيتضمن تحدي فكري وهي الفتره مناسبه جدا للاتصالات وبتزيد من احتماليه السفر وكثره الاتصالات عند بعض الابراج اما بالنسبه للزاويه التي تليها واللي اليوم اخر يوم لتاثيراتها واللي هي سبب سبب اساسي كانت في تغيير المناخ هي زاوية التربيع السلبية اللي بين عطارد وبين زحل اليوم آخر اليوم لتأثيراتها بظل في نوع من أنواع التعب والقلق وال... من ميل للحذر أكثر من ميل للكآبة بتحد من خيالنا بتجعلنا شاردي الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي ممكن أنه يضر في صحتنا فعشان هيك برضو اليوم بيتوجب علينا ننتبه أثناء قيادة السيارات وبرضه نتوقع الأزمة أو الزحمة على الطرقات اللي ما إلها أي مبرر وفي نفس اللحظة ما نعتمد كثير على الحدس أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين عطارد وبين نبتون وهي مستمرة برضو لليوم آخر يوم لها تخلينا قادرين على قراءة مشاعر الآخرين من حولنا دون أن يعبروا عنها بصراحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي برضو زاوية تسديس إيجابية بين المشتري وبين بلوتو وهاي حكينا أنها هي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم 16 5 هي بتزيد من نمو الأموال والأملاك اللي وبرضو بتزيد من كرمنا ولكنها ممكن تسبب الإحساس بالكآبة والميل للإعجاب بالذات أما بالنسبة للزاوية الأخيرة من الزوايا البطيئة هي زاوية تسديس إيجابية بين الشمس وبين المريخ وهي تأثيراتها ليوم 23 خمسة بتعزز قدراتنا على القيادة ومنتشجع على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة بالنسبة للزوايا اللي اليوم راح تتشكل طبعا من الآن موعد بث الحلقة بلشت تأثيرات أول زاوية منهم وراح تستمر لغاية ساعات الفجر اللي هي زاوية اقتران سلبية بين القمر وبين المريخ وهي راح تكون الساعة 12.51 دقيقة بعد منتصف الليلة وهي بتخلق لدينا شعور بالملل من اي عمل روتيني فمنكون بحاجه للهدوء والتحلي بالصبر في اي مسعى منقوم فيه. يفضل في هاي الفتره اخذ فتره من الراحه لاستعاده نشاطنا من جديد وندير بالنا من الاشخاص المحبطين عاطفيا لانه سهل جدا استثارتهم او انهم يثوروا ثوره عارمه من الغضب لاتفه الاسباب. اما بالنسبه للزاويه التي تليها وهي زاويه راح تصير تقريبا في ساعات الظهر اللي هي زاويه تسديس ايجابيه بين القمر وبين اورانوس راح تكون طبعا ذروه هاي الزاويه الساعه 11 و39 دقيقه ظهرا معناته تاثيراتها من ساعات الفجر وبتستمر لغايه ساعات المساء هاي الزاويه طبعا بتخلي عندنا قدره او بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعيه والاستفاده منها بشكل ايجابي وممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك بالنسبه للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسيه واللي لازم نوفر لها العنايه الاضافيه اليوم القدمان واصابع القدم الغده النخاميه الغده الصنوبريه آه اللي هو هرمون برضه في هرمون الاندروفين اللي بنحكي عنه دائما لما بيكون القمر في الحوت اللي هو الاندروفين الهرمون المسكن للالام بيكون في اضطراب فعشان هيك بنشعر بالالام اكثر من الايام العاديه والميتالونين اللي هو هرمون المساعد على النوم هذول بصير في قلق وفي اضطراب في النوم في كوابيس في عدم انتظام بالنوم برضو بالفترة هاي بتزيد هاي الأمور بالنسبة لهذا اليوم طبعا ما في أي مشاكل لإجراء أي عملية جراحية بالعكس اليوم مناسب جدا لهاي الأمور واليوم هذا كمان مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي طبعا بالنسبة لمطعوم كورونا ممكن بعض الاشخاص يشعروا ببعض الالام لهذا المطعوم وخصوصا مكان اللقاح او درجة الحرارة ترتفع شوي او يشعروا بوهن في الجسم ما في اي شيء بيخوف بندول لحاله يفي بالغرض حبتين كل ست ساعات او كل ما استلزم الامر ياخذ حبتين بندول كفيلة بانها تسكن الالام عنده. بالنسبة للقمر بما أنه في برج الحوت خلو المسار القادم هو يوم الغد يوم الأربعة سبعة وعشرين أربعة بيبدأ الساعة واحدة وخمسة وثلاثين دقيقة بعد الظهر بتوقيت غرينتش وبيستمر حتى تمام الساعة أربعة وتسعة دقائق مساء أو عصرا بتوقيت غرينتش لا ينتقل بعديها القمر لبرج الحمل بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر الآن بلش بالانحسار اللي هو بيرجع لهيئة الهلال فهو بشكل انحسار الهلال عمره 24 يوم في تمام الساعة واحدة و37 دقيقة صباحا ندخل في يوم 25 نسبة الإضاءة بتصير 20% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الثورة حتى يوم واحد وعشرين خمسة طبعا هي سعيدة الآن بنسبة عشرة في المية لغاية ساعات الصباح في ساعات الصباح بتصير منتحسة بنسبة عشرة في المية وطيلة النهار نفس الشيء. القمر في الحوت حتى يوم سبعة وعشرين أربعة منتحس من الآن لغاية غروب الشمس تقريبا. منتحس بنسبة 10% بعدين في ساعات المساء اللي هو عند غروب الشمس بصير سعيد بنسبة 30% عطارد في الثورة حتى يوم 29 أربعة سعيد بنسبة 30% الزهرة في الحوت حتى يوم 2 خمسة سعيد بنسبة 15% المريخ في الحوت حتى يوم 24 خمسة اليوم ارتفعت درجة سعودته ل 30%

أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لمواليد برج الحمل طبعا القمر استقر في برج الحوت اللي هو بيت متاعبكم زي ما حكينا لساعة عصر يوم الأربعاء فبظلوا تشعروا بالتعب خلال هدول اليومين بتحسوا انه تعب بنال منكم تفقدوا رغبتكم في انجاز مشاغلكم اهم شيء انكم تضعوا سلم الاولويات للعمل الضروري حاولوا انكم تخلدوا للراحة من وقت لاخر لانه تعتبر انت في اضعف واقل ايام الشهر حظ فعشان هيك ما تراهن على الحظوظ ابدا ما تحسم اي امر بتميل للهدوء والبعد عن الصخب اتوقع انه يكون في نوع من انواع الفوضى او التاخير او الخساره او حتى ممكن اشخاص توعدك بشيء هذا اليوم ما توفي فيه برج الثور بتنشطوا بين الاصدقاء وبتجدوا تعاون منهم اليوم بشكل واضح بوسعك تحقيق امنيه بمساعدة أحد المعارف أو أحد الأصدقاء، حاول إنك تطلب المساعدة وما تتردد بتقديم المساعدة بدورك لأي شخص من المعارف اللي بطلبوا مساعدتك. اليوم في نوع من أنواع التحالف رح يصير ما بينك وبين أحد الزملاء أو الأصدقاء أو الجيران، أهم إشي إنك ما تبقى وحيد، حاول إنك تخرج للقاء الناس. ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد بلقاء بعض المعارف برج الجوزاء بتتركز جهودكم كلها نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين وبرضو بالوضع الاجتماعي الخاص فيكم بوسعكم إثبات جدارتكم والمحافظه على انجازاتكم القائمه من اليوم بتكثر عندك المسؤوليات وبتشعر ببعض الاضطراب وممكن تعيش فتره امتحان او ضغط في حياتك اليوميه لان القمر في بيت السمعه اهم شيء انك ما تكون مهمل ما تتغيب عن عملك ما تدخل بخلافات ما بينك وبين رئيسك في العمل الاجواء تقريبا بنقدر نحكي انه فيها ايجابيه قويه جدا ولكن زي ما حكينا بدها نوع من انواع التركيز. برج السرطان هذا اليوم مناسب جدا بالنسبه لمواليد برج السرطان باتصالاتهم، سفرياتهم، امتحاناتهم، اذا عندهم مقابله اليوم ممتاز جدا طبعا السفريات اللي هي السفريات البعيدة أو التواصل والاتصالات مع أشخاص خارج البلاد أو أجانب وبرضه اليوم ترغبوا في التفاهم مع أحبائكم أهم إشي ما ترتج العمل ما تستخف بالواجبات الأضواء كلها تقريبا بتكون مسلطة عليك لازم تكون اليوم جاهز لتحمل المسؤولية هاي فترة مهمة جداً بالنسبة لإلك لازم تحصد منها بعض الأرباح أو المكاسب أو ممكن يجيك خبر إنت بتنتظره. برج الأسد بتضل الأمور بالنسبة لمواليد برج الأسد مركزة على الأموال المشتركة أي الأموال اللي في بينك وبين أشخاص معينين شراكة فيها يعني ما بتعود لك بالكامل. فيمكنكم اليوم انكم تعيدوا تنظيم اموركم الماليه المشتركه والفرصه بتصير متاحه لمكسب مصدره شراكة أو تعويض أو قرض أو أمور إلها علاقة بالميراث أو لك أموال ممكن تستردها أو ممكن حتى من الزوج أو الزوجة تأخذ بعض الأموال ولكن بدك تنتبه صحتكم أو صحة قريب لكم بتكون بحاجة للرعاية حاذر إهمال نقاط إدارية أو قانونية، أنت اليوم بحاجة إلى استشارة ذوي الخبرة، ممكن تعالج بعض الأمور المالية أو الإرثية زي ما حكينا، وتنشغل بتخليص معاملات رسمية. برج العذراء بالنسبه لمواليد برج العذراء طبعا القمر موجود مقابلكم تماما هو بيعطيكم ايجابيه على مستوى تدعيم شراكاتكم وعلاقاتكم بالازواج او بشركاء المال وممكن يصير مصالحات او تقارب في وجهات النظر وتفاهم مع الشركاء ولكن هاي الفتره فيها نوع من انواع الصعوبه لانه طاقتكم بتكون ضعيفه فممكن تعرضك لمواجهه او مواجهه قانونيه او عاطفيه فعشان هيك بحذرك من عدائية الجو والنفور والخلاف والتوتر، فبدك تحاذر من المشاكل على انواعها. برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان، طبعاً القمر صار موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة، فعشان هيك بتشعر ابتداء من اليوم أو من مساء الغد بلشت إنها تتراكم عندكم الأعمال وتجد صعوبة بإنجازها أهم شيء أنه برضو رغم هذا تراكم العمل أو الأعمال اللي بتتكدس عندكم في خلال هذول اليومين ما تهملوا صحتكم ما بإمكانكم ممارسة نشاط بدني أو ممكن أنك تشتكي من بعض الإرهاق بسبب كثرة الضغوط حاول أنك أنت تمشي او تتحرك هيك على اساس انك تشحن حالك ببعض الطاقه اهم شيء انك ما تاجل عملك ما تضيع الوقت راعي ظروفك الصحيه اطلب المساعده من بعض الزملاء اذا دعت الحاجه هاي فتره مهمه جدا حاول انك تهتم بسلامتك الجسديه برج العقرب بالنسبة لمواليد برج العقرب طبعا القمر في البيت الخامس لكم وهو بيت حظ قوي جدا فعشان هيك بتجتازوا بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهجة والانشراح بوسعكم ممارسة نشاط فني بدعوكم للإبكار لنشاطاتكم عدم التلكؤ حضر بشكل جيد لعملك ما ترتجل ممكن تنطلق بمشروع جديد أو تتلقى إيجابي أو إشارة المهم الحظ كامل عاطفيا ونفسيا ومهنيا هو لصالحك خلال هذا اليوم فلازم تستغله ممكن تنجز كثير من الأمور كثير برضو من مواليد برج العقرب رح يهتموا بشكلهم أو لباسهم خلال هذا اليوم برج القوس بالنسبة لمواليد برج القوس طبعا القمر صار في بيت البيت أو بيت العائلة كما منسميه فبوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية أهم شيء أنك تلطف الأجواء تفادي للأزمات ممكن تبدل رأيك حول أمر عائلي أو مستجد طبعا القمر بشجعك على تكرار المحاولات لأن الأمور ممكن ما تمشي معك بسهولة من أول مرة هي بحاجة أنك تكرر المحاولة مرة ثانية لتزبط معك بترتفع نسبة الحظوظ كل ما اقتربنا لساعات المساء بشكل واضح تماما ولكن بدك تنتبه أنه اليوم ممكن يكون في أعطال منزلية أو خبر له علاقة بالبيت والعائلة أو ممكن مشتريات والتزامات برج الجديد بالنسبة لمواليد برج الجدي طبعا القمر صار في البيت الثالث لكم عشان هيك اليوم ما راح تهدأوا تماما اليوم عندكم اتصالات كثيرة تنقلات التزامات كثيرة هذا اليوم مناسب لبعض الأشخاص للقيام بنزهة قصيرة أو تغيير جو ممكن تعززوا أو بعض أشخاص من مواليد برج الجدي يعززوا علاقاتهم أو صار في تعامل ما بينهم وبين الإخوة أو أحد الإخوة أو أحد الجيران وهي فترة مناسبة لتقديم الامتحانات وللمشاركة في المؤتمرات والندوات والترويج لسلعة معينة أو التسويق بتنجحوا بطرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم بيلفت النظر والإعجاب. برج الدلو بالنسبه لمواليد برج الدلو طبعا القمر صار في بيت المال فعشان هيك اليوم في اشخاص راح يحصلوا على مبالغ من المال بتدخل تحسين على ميزانيتكم ومنكم اشخاص ممكن يحصلوا على هديه او جائزه ولكن في اشخاص راح يصرفوا اموال دون حساب خلال هذا اليوم فعشان هيك التبذير بدكم تنتبهوا منه الجميع حاول انك تبحث عن وسيله افضل لتحسين وضعك المالي خلال هاي الفتره لانها ممتازه لا البحث عن بعض الانفراجات او بعض الامور اللي ممكن تحسن من خلالها بعض المكاسب الماليه تستعيد ثقتك بنفسك لكن بدك زي ما حكينا انك تحاذر من المبالغه في مصاريفك وعطاءاتك لانه ممكن تظهر خلال هذا اليوم مصاريف غير متوقعه او سداد بعض الالتزامات. برج الحوت بالنسبه لمواليد برج الحوت طبعا اليوم القمر استقر تماما فعشان هيك اليوم بيبدا النشاط اكثر من يوم امس بتبداوا فتره ايجابيه بتعيد لكم نشاطكم المفقود اكثر بوسعكم المبادره بخطوه جديده بتعود عليكم بالنفع ممكن تعززوا معنوياتكم من جديد وتتحمسوا للمبادره او لادخال تعديل على حياتكم هاي بدايه فتره حافله وناشطه بتنتظرك مفاجأة أو خبر سار تقدر تستعد لورشة جديدة خلال هذا اليوم في منكو رح يرغب بتعزيز العواطف مع الحبيب خلال هذا اليوم وهذا فترة ممتازة لتقوية العواطف أو المصالحات أو التراجع عن قرارات سابقة هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء